يعني عايز اقول كان ممكن تبقى افضل من كده. اول مره اشوف في حياتي منتخب الكاميرا قاعده في الفندق، يعني في كاميرات قاعده في الفندق، يعني ما شفتش منتخبات يعني بتنقل الهمسة كوابيس، واللمسة. ده الكوابيس من راح ومن جي، يعني حاجات برضو غريبه برضو، يعني ما شفناش المنتخبات الاحسن مننا اللي هي بتتباع بتساوي ملايين. ايوه الحاجات دي، الحاجات اللي احنا شايفينها صغيره دي اثرت. احنا محتاجين مدرسه. الاهلي كنموذج ناجح في مصر، وقوه الاهلي على مدار تاريخه قوته في نظامه، قوته في ادارته، قوته في اللحظات الصح، تلقى كله مركز في العمل اللي هو يدي، بعد كده كل شيء سهل. مدرسه الاهلي مدرسه مميزه، كانت تحتاج منتخب مصر في محفل كبير جدا زي ده، كاس عالم، انه الاداء يكون اكتر من كده. عارف لو انت لعبت في الثلاث ماتشات بروح وخسرت كان الناس هتحس بيك، لكن انت لم تقدم شيء حقيقي يقول انك انت عندك كوره. ده دي المصيبه، ده ما فيش حد اتكلم عن ده. احنا خدنا اسوأ منتخب في المونديال، ده احنا يعني ما خدناش نقطه، يعني انت كل تكاليفك كلها وراجع من غير نقطه. مره رجعنا لا بهدف خدنا ضربه نقطة، جزاء، جات لنا نقطة، ها جات لنا نقطة، جات لنا نقطه، ما جات لنا نقطه. فاللي انا عايز اقول لحضرتك يعني كان يتوجب على لعيبه المنتخب حتى ابسط شيء انه يطلعوا كلهم يعتذروا على اللي حصل، يعتذروا انا للمرحوم كنت عبد بشوف الرحيم محمد، يعني بص يعتذروا لي ويعتذروا للصدور ويعتذروا للجمهور. لكن انت عارف الامور ولا كانه تعني شيء. حواراتك معاهم ما كنتش حاسس ان هم متضايقين. متضايقين ايه؟ ده الناس احنا رجعت اللي من ماتش متضايقين، السعوديه، احنا اللي لا متضايقين. الناس رجعت، مش كل اللي همها ان ماسكه الجهاز والبثوب بتضحك، يعني ولا فارق معاهم ولا رد فعل الجمهور. ايه يعني انا كوره، ماتش كوره، ايه يعني ما الكوره، ما احنا عارفين الكوره يا عم مكسب وخساره، لكن انت فين ادائك الرجوع، فين شرف اللعبه اللي انت شرفك في الملعب ان تقاتل حتى اخر لحظه، وقتها يحس الجمهور انك انت لعبت ولا لا. ما ممكن تلعب ماتش تخسره خمسه بس قاتلت وما استسلمتش، ممكن الفريق اللي قدامك عنده توفيق واشرس منك وعنده مهارات، لكن انت مطالب كانك انت تدافع عن ذاتك، دافع عن كره بلدك. احنا ما قدمناش، قلنا ان احنا عندنا كوره حتى يعني عشان الناس حتى تيجي تبص علينا، يعني ما جالناش مثلا عروض احتراف مثلا، ما فيش لعيب يعني اتقال لك لا ده رايح في الحته الفلانيه، ده رايح في الحته الفلانيه، ما فيش الكلام ده. وكنت يعني محتاج من اتحاد الكوره، هو انت منتظر ايه؟ يعني عملنا تسريبات لامتصاص الراي العام، يا عم خد قرار اذا كان في ناس ثبت. يعني انت عاوز تقول لي انك انت مش عارف اللعيبه اللي خلفت النظام وخلفت الاتفاق بتاعك مع شركه راعي انت مثلا بايع لها وهم عملوا كذا، مش المفروض تاخد قرار؟ يعني محتاجين 100 سنه عشان نقرر مين اللي عمل؟ ما تاخد قرار، ومين اللي ارتكب اخطاء؟ ما تاخد قرار. احنا عندنا بعد شهرين 5 ماتشات في تصفيات امم افريقيا، 5 ماتشات مهمين جدا. بتحدد انت عايز ايه؟ منتظر ايه؟ المشكله مش انك انت تجيب مدير فني. ما المدير الفني خلي بالك سهل يا صبرين، المدير الفني سهل انك تتعاقد معاه مدير فني. بس بلاش والنبي الاسماء اللي احنا بنسمعها دي. بس اسماء اللي هي عندها 60 سنه و 65 سنه واللي ما عملتش حاجه وبتاع ومش هتنفع معانا. انت بتقول عاوز نظام، يبقى تدور على حد اشتغل في افريقيا.